صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن وأيضا على نورسات وتلفزيون تيلي لومير. منصبح عليكم في هذا النهار المبارك ونقول أنه مبارك في بركة ضيوفنا الأعزاء اليوم هذا الصباح اللي رح نستضيفهم ورح نكون على تواصل معكم خلال هذه الساعة للحديث عن أسبوع الوئام بين الأديان، أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، واخترنا حلقتنا بعنوان الوئام رسالة ونهج. فصبحوا معي مع أبونا نبيل حداد والشيخ حمدي مراد. طبعا أنتم مش أول مرة نستضيفكم في استوديوهات النورسات. فالشيخ حمدي وأبونا نبيل حداد، أبونا نبيل حداد مدير مركز التعايش الديني، وأيضا الشيخ حمدي هو أيضا المدير وعضو في مركز التعايش الديني، زائد هو مؤسس من المؤسسين. نعم. زائد وهو باحث وعالم ومحاضر في جامعة العلوم الإسلامية العالمية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بكم يا ست، وشرفتنا اليوم بوجودك معنا يعني الصباح الباكر، لكن هذه البركة اللي بناخدها منكم أنت وأبونا نبيل حداد. أبونا نبيل حداد طبعا غني عن التعريف وهو صديق النورسات، وأيضا أنتم كما تعلمون وتتابعون برامجنا له البرنامج عين على المشرق. لكن استضافتنا اليوم يا أبونا لكم أنت والشيخ حمدي، وخاصة في موضوع الوئام بين أتباع الأديان وتخصيص أسبوع الوئام العالمي بين الأديان الذي خرج به جلالة الملك عبد الله الثاني ب 2010 واعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة. استضافتنا لأبونا نبيل والشيخ حمدي لأنهم كانوا هم في اللجان التحضيرية، وكانوا أيضا هم المرجعية الدينية أيضا في موضوع وضع أسس وبنود المشروع هذا اللي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها. أنا رح أحكي أبونا معلش بعد إذنكم مقدمة على أساس أنه يطلعوا المشاهدين، وأنتوا عارفين المشاهدين من كل أنحاء العالم بيكونوا مشاهدون على نورسات، فممكن أنه ما عندهم فكرة عن هذا الأسبوع ولماذا انطلق من الأردن ومن أطلقه ومن كان يحضره. طبعا هذا إحنا رح ندخل فيه بالتفاصيل، لكن أحكي بس هيك مقدمة عن هذا المشروع. اعتمد أسبوع الوئام العالمي بين الأديان الذي اقترحه جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية في الأمم المتحدة عام 2010، والهدف لتعزيز السلام الثقافي ونبذ العنف، وتبنت الجمعية العامة ذلك الاقتراح فاعتمدته في قرارها 65/5 معلنة الاحتفال بالأسبوع الأول من شهر شباط فبراير في قرارها بوصفه أسبوعا عالميا للوئام بين الأديان، ودعت الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني إلى الاحتفاء به بمختلف البرامج والمبادرات التي من شأنها تعزيز غايات ذلك الهدف. وأشارت الجمعية العامة في قرارها إلى أن التفاهم المتبادل والحوار بين أتباع الأديان يشكلان بعدين هامين من الثقافة العالمية للسلام والوئام بين الأديان، مما يجعل الأسبوع العالمي وسيلة لتعزيز الوئام بين جميع الناس بغض النظر عن ديانتهم، واعترافا منها بالحاجة الملحة للحوار بين مختلف أتباع الأديان ولتعزيز التفاهم المتبادل والانسجام والتعاون بين الناس. تشجع الجمعية العامة جميع الدول إلى دعم هذا الأسبوع لنشر رسالة الانسجام والوئام من خلال كنائس ومساجد ومعابد العالم وغيرها من أماكن العبادة، على أساس طوعي ووفقا للقناعات والتقاليد الدينية الخاصة بهم. فأبونا هذه المقدمة لأنه
نسألك هالسؤال أنت وسمعت الشيخ بشكل مختصر، يعني الفكرة من وراء مشروع القرار هذا واللي أطلقه جلالة الملك في الجمعية العمومية وتحديدا في 23 أيلول 2010. تفضل أبونا. صباحك نور. صباحك نور عليكم وصباح المتابعين على نورسات الفضائية وعلى نورسات الأردن. بداية ندعو لرب الأكوان، لإله السلام، أن يعم السلام والحب والوئام بين كل شعوب الأرض وبين الناس وفي مجتمعنا. واليوم الثامن من شباط احنا لم نودع أسبوع العالمي للوئام بين الأديان، مع أنه أسبوع لم نودعه، بل أنا أرى دوما في الثامن من شباط هو محطة بدنا نكتنز كل ما تعلمناه في هذا الأسبوع حتى نعيشه على مدار العام، لأن الوئام ليس أسبوعا في السنة، ولكنه كما قلنا هو رسالة وهو نهج أسلوب حياة. بهذا نحن أخي سماحة الدكتور حمدي وأنا نأتي إلى هنا لأننا نؤمن أن هذا المنبر الكريم هذا منبر يخاطب الناس ويوصل رسالة. نحن نتحدث عن أسبوع العالمي للوئام. هذه مبادرة قلنا عنها دوما أنها ولدت في الأردن، صنع في الأردن هذا الأسبوع، ولكن قدم هذا المنتج إلى الأمم المتحدة، واقترح صاحب المبادرة جلالة الملك ملك الوئام اقترح على الأمم المتحدة وقبلته هذه الأمم المتحدة. من وين إجا؟ هذه المبادرة الثالثة الهاشمية الثالثة. فاتحة المبادرات الهاشمية هي رسالة عمان، نعم، التي صدرت عام 2004. نعم. قبل 2004 إيش صار؟ 2001 فوجئ العالم بانفجار، انفجار فكري وإنساني وأمني وإرهابي. هذا الانفجار اللي رأيناه في نيويورك في الأمم المتحدة، في 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 الولايات المتحدة، واللي سمي الحادي عشر من سبتمبر، صار تاريخ قبل ما بعد وما بعد 11 سبتمبر. الأردن حريص دوما، الأردن يؤمن برسالة الوئام، بمفهوم الوئام، بقيمة الوئام، والأردن أخذ هذا الدور لأنه أول ضحية للإرهاب لم تكن أمريكا، أول ضحية للإرهاب كان هذا الأردن. اختطفت طائرات، فجرت طائرات، صرنا إحنا بالأردن نحارب هذا الإرهاب عندما كان أسبابه وألوانه وأشكاله مختلفة. تحول الإرهاب وأخذ شكل ديني بالـ2001 11 سبتمبر، ووضع الإسلام في 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 جهة ووضع الغرب في جهة أخرى. كان على أهل هذه المنطقة العرب المسلمين المسيحيين، وبالذات إحنا المسيحيين المشرقيين، كان علينا دور أن نوضح صورة أنه مش كل الغرب غلط ولا كل المسلمين غلط، ولكن ينبغي أن نعمل جنبا إلى جنب. فجاءت رسالة عمان بعد 3 سنوات من هذه الحادثة اللي هي وثيقة تقدم الإسلام للآخرين وتدعو باعتدال ووسطية إلى نبذ كل أشكال الإرهاب وترفضه. هذه الرسالة كانت موجهة دكتورة للتعريف بالإسلام، نعم، بس الكون كله العالم مش بس مسلمين، في ناس ثانيين، نعم. كانت المبادرة اللي خرجت أيضا من رحم رسالة عمان هي تعالوا إلى كلمة سواء، نعم. تعالوا إلى كلمة سواء هذه دعوة هاشمية على أساس إسلامي، وتبناها
210 من كبار علماء المسلمين في العالم، هذه الوثيقة وجهت إلى المسيحيين، المسلمين يخاطبون المسيحيين تعالوا إلى كلمة سواء، تم قبول هذه الكلمة. نعم. كلمة سواء، هذا كان في 2007 بعد 3 سنوات من رسالة عمان. الهاشميون أصحاب فكر. نعم. وأصحاب رسالة، حتى ما يكون الحوار والحديث على كلمة سواء والدعوة إلى حب الله وحب الجار. أنا شو اللي بيجمعني أنا والشيخ عقائديا، لاهوتيا، فقهيا، شو اللي بيجتمع؟ كيف نجتمع؟ نجتمع على وصية تأمرني أنا المسيحي، كتاب المقدس بيقول لي أحبب قريبك كنفسك. نعم. وقريبي هو حمدي مراد، وقريبتي هي باسم السمعان، وقريبي هو منار وريمون، كلنا أقرب. هذول هم ماي نيبرز، هذول قريبين. بس الحوار في العالم مش بس بين المسلمين والمسيح، أكبر ديانتين، هناك ديانات أخرى. فجاءت مبادرة الأسبوع العالمي للوئام لنشر الوئام بين كل البشر. وفي ناس ما بيأمنوا، ما عندهم مش إيمان بالواحد الأحد. لهذا السبب فتحت هذه المبادرة المجال لكل شعوب الأرض، وصارت حب الله وحب الخير وحب الجار. أنا بالنسبة لما تقول الخير، الله هو الخير المطلق. نعم. وبالتالي ما نتفق عليه هو حب الله وحب الغاية من أسبوع الوئام، هو أن تكون هذه الأيام المخصصة من هذا الأسبوع أن تكون منبر في كنيستي وفي مسجده. نعم. إنه أعلم الآخر، أعلم اللي بيصلي معي، أعلم المسيحي أن يتذكر ما يعلمه كتابنا المقدس، وهو يذكر إخوتنا الذين يؤمنون بالإسلام إيش بقول القرآن الكريم، حب الله وحب الجار. ما بدنا نحكي على الآخر، على الأقل بدنا نحكي مع الآخر، بدنا نتواصل مع الآخر. الغاية من أسبوع الوئام هو رسالة أن نوصل إلى الناس أنه يجب أن نحب بعضنا بعضا، المحبة، الرحمة، المودة. أي لغة، أي لهجة، أي كلام، أي اقتباس يخرج عن الحب والمودة هو يكون خارج النص، وهو أصلا يكون خارج على مفهوم الإيمان بالله الواحد الأحد وبالقيم الإنسانية. أسبوع الوئام هو أسبوع يذكرنا بواجبنا أن ننشر المحبة بين الناس. عشان هيك أبونا الأمم المتحدة على ماذا اعتمدت في النصوص؟ يعني أصرت على اعتماد نصوص دينية الأمم المتحدة في إصدار القرار أو تثبيت القرار الموافق على القرار هذا في أنه جعل أسبوع عالمي للوئام الديني. فما أهمية هذا الشأن سيدنا الشيخ، أنه المراجع الدينية كانت مهمة بالنسبة للأمم المتحدة لاتخاذ قرارها؟ بارك الله فيكم. في أهلا وسهلا فيك شيخنا. نحن نبدأ ببسم الله والصلاة والسلام على كل أنبيائه وأخيهم وخاتمهم محمد، وعلى كل من يؤمن بأن هذا الإنسان في هذا الكون هو أخو الإنسان. نعم. ونحن أهل الكتاب نؤمن كمؤمنين أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون ختمه بخلق هذا الإنسان، وجعل كل ما في هذا الكون من نعم هي نعم لهذا الإنسان الذي خلقه في أحسن تقويم، والذي أمر الملائكة أن تسجد له. ونعلم في الكتب السماوية وفي الإسلام كذلك أن هذا الإنسان الذي قدره الله خير تقدير وخلقه في أحسن تقويم، ولا يوجد مخلوق يملك قدرة التفكير والاختيار والفهم إلا هذا الإنسان الذي أودع الله تعالى فيه هذا الجهاز الدماغي القادر على أن يكون سيدا في الكون تحت عبودية الله سبحانه وتعالى.
ولينعم بكل هذه النعم من حوله ضمن هذه الأسرة الإنسانية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى استمرارا في رحمته وحبه لهذا الإنسان والأخ الحبيب الأب نبيل حداد رفيق درب هذه الدعوة لله تعالى ولهذه الأسرة الإيمانية السماوية والإنسانية العالمية ليعم حقيقة فهم محبة الإنسان لأخيه الإنسان اللي هي تبدأ بحب الله وحب الجار وتنطلق إلى الإنسان حيث كان. وفي القرآن الكريم كما قال الله تعالى لرسوله ما أرسلناك محمد إلا رحمة للعالمين. نعم. يعني دعوة محبة ووئام وسلام لكل الناس، وكل له ما يعتقد وما يحب أن يعتقد، ولكن لا بد من هذه الجسور الإنسانية التي حثنا الله تعالى وما أغفل علاقة الإنسان بأخيه الإنسان حتى هذا الذي وضع حاجزا بين روحه وقلبه وخالقه، فإن علاقتنا به في سماء الأرض أن تكون علاقة محبة ومودة وإنسانية، وأن تنطلق إلى السماء بمفاهيمنا العقدية. نحن الذين أنزل الله على رسلنا الكتب السماوية رحمة للناس وتذكيرا لهم وحثا لهؤلاء الأنبياء أن يقودوا دائما مسار السلام في العالم والمحبة في العالم، ومن تبعهم وآمن على طريقهم حتى يبقى هذا السلام حقيقيا نابعا من القلب وتسمو فوقه الروح المؤمنة الصالحة أو النفس البشرية التي تحب هذا الإنسان، سواء ارتقى هذا العقل لما فوق الإنسان إلى خالقه أو بقي يرى هذا الإنسان في كونه وهو مدني بطبعه كإنسان، فلا بد أن يتفاعل معه حيث كان وحيث يكون. فكيف عندما نكون في القرن الحادي والعشرين ولم يصبح العالم في قرية واحدة بل على طاولة واحدة؟ نحن الآن على طاولة واحدة. نعم. ويرانا مئات الملايين في العالم. نعم. كنا سابقا في الكنيسة أو في المسجد يكون أمام من يتحدث ويعظ إلى المحبة والوئام والسلام 100 200 1000 2000 5000، ما أعتقد أن إمكانيات الصوت كانت مهما على هذا الإنسان منبرا أن يعم صوته إلى 5000 شخص ويسمعون كما قال. أنا أعتقد بعد 500 بيبدأ الصوت يتناثر ويصطدم في الناس وفي ما هو حولنا اليوم، وهي من نعم الله على الإنسان. نعم. علم الإنسان ما لم يعلم. أصبحت هذه الوسائل اللي نتشرف بكم اليوم وكما تشرفنا من قبل ونزداد شرفا في المستقبل من هذا المنبر الإنساني الإيماني الأخلاقي التربوي الذي يحمل رسالة عظيمة، كيف نعيش أسرة واحدة مسلمين مسيحيين كلنا أهل كتاب، وكل من يعتقد بمعتقد ما يقدسه نحترم هذه الوجهة الروحية له وندعو له ولنا دائما أن نكون على خير ما يكون الإنسان من راحة البال والسعادة والمحبة، بعيدا عن العنف، بعيدا عن التطرف، بعيدا عن الإرهاب، بعيدا عن روح الانتقام، بعيدا عن الكراهية. كيف يكره أخاه وأبونا واحد هو آدم؟ يعني لو أخذنا من آدم وما بدنا نرجع لقبل من خلق آدم، لمن لا يؤمن بأن هذا الإنسان خلق من عظيم هو الله سبحانه وتعالى، فلا بد له من أب فجد فجد جد إلى آخره، فآخر إنسان لنفرض خرج من الكون صدفة إلى الذين لا يؤمنون بالسماء والخالق العظيم سبحانه وتعالى الذي نؤمن به. لو وقفنا معهم من مرحلة آدم، أي أن هناك واحد بدأ وواحد معه، فكان هذا التزاوج الفطري الذي أنشأ هذا الكون بكل ألوانه من البشر ولغاتهم وانتشارهم في هذا العالم. نعم. إذن نحن في القرن الحادي والعشرين كما تفضل الحبيب والتوأم أخي الأب نبيل حداد، ونحن أمام هذا
العنوان وهذه الشاشة المباركة من خالقنا وربنا الله سبحانه وتعالى. نقول في هذا اليوم من نهايات هذا الأسبوع التي عانقته الأمم المتحدة بشغف شغف لما سمعت نداء يخاطب كل إنسان وألغت كل الحواجز وفتحت كل الأبواب منطلقة من عمان ومن لسان قائد هذا الوطن الهاشمي العربي الذي يؤمن بهذا الإسلام على حقيقته أنه رحمة للعالمين وأن القلوب والأرواح تسمو بلقاء كل أخ في هذا الكون مسلما مسيحيا كتابيا حيث كان، ومن يعتقد بما يعتقد وكيف يعتقد وكيف يترجم هذا الاعتقاد ما دام لا يمس دم أخيه هذا الإنسان وكرامة أخيه هذا الإنسان، وبعيدا عن أي كراهية أو عنصرية أو تنازع يشكل عنفا. الله ما أراده للإنسان إلا حبا مهما كانت علاقة هذا الإنسان في البعد العقدي، فإنما يأتي البعد الإنساني ليقول أنت إنسان وأنا إنسان فقد تساوينا في إنسانيتي. في بعد الاعتقاد لنا حرية ذلك، وربنا قال في القرآن الكريم لا إكراه في الدين. نعم. في المعتقد ما في إكراه، لأن المعتقد هو نتاج ما يحرك القلب هذا الإنسان جوارحه فيما اعتقد. ما دامت ببعد السلام حيث كانت هذه المعتقدات دون أن ندخل في تقييمها ولا الحكم عليها إلا من خلال مخرجاتها، إذا كانت تقوم على المحبة وحب الإنسان لأخيه الإنسان فنعانقها حيث كان امتداد هذه الروح في أبعاد كينونتها العقدية وترجمان ذلك في سلوكها التعبدي. هلا انعكاس ذلك على العلاقة مع الإنسان، أنا انطلقت من المسجد ما رأني أحد كيف صليت وكيف ركعت وكيف سجدت وماذا دعوت، وكذلك أخي الأب نبيل في كنيسته صلى وتوجه إلى الله ودعا إلى آخره، وذلك الذي انزوى في زاوية يعني مثلا تعاليم مقدسة عنده مارسها حيث كانت كيف كانت. إذا خرجنا كلنا من مساجدنا ومعابدنا وكنائسنا والتقينا على روح المحبة فقد أنتجت هذه المعتقدات ما أراد الله لهذه الأسرة الإنسانية أن تكون عليه من محبة ووئام ولقاء وسلام، وحينئذ يعني تتحقق الرسالة الأصل وإن تفرعت في أساليب عطائها، لا أعني اعتقادها ولكن توحدت في عطائها نحو حب الإنسان لأخيه الإنسان. حلو جميل ما تكلمت به سمحت الشيخ، وخاصة المراجع الدينية اللي أنت كمان يعني انطلقت منها أسبوع الوئام، اعتمدت أكيد على المراجع مثل ما أنت تفضلت دينية وفكر ديني ممكن يكون إسلامي، لكن أيضا عند أخذ القرار تم مراجعة جميع الديانات المتعارف عليها وأيضا الديانات اللي غير معروفة لإلنا نحن يعني بتفاصيلها، لأن لا أخذت الجامع الكامل لهذه الديانات اللي هي حب أخيك الإنسان. نعم. زي ما تفضل سمحت. نعم. الشيخ بالإنسانية أني أكون أخوي الإنسان في الإنسانية. نعم. هذا هو بغض النظر عن المعتقد، لا ندخل بتفاصيل المعتقدات، الإنسان حر، لكن حب الإنسان لأخيه الإنسان. صحيح. وحب قريبه. صحيح. في دول أخرى بلاد أخرى. صحيح. نحن على فكرة أبونا رسالة النورسات رسالة المحبة والسلام والتلاقي، تلاقي مع الآخر في خلال هالشاشة، وهو كمان أيضا ممكن يكون تعريف لموضوع الوئام. معلش بعد إذنكم أبونا عرف الموضوع الوئام ممكن جلالة الملك من خلال سمو الأمير غازي لما طرح المشروع القرار على. نعم. الأمم المتحدة عرف الوئام، معلش ألقي على
المستمعين عشان يعرفوا لماذا تم اختيار كلمة وئام. نعم. يعني كلمة وئام في عنوان القرار وفي الفقرة الرئيسية الثانية في أماكن أخرى مقصودة في المعنى والمفهوم لهذه الكلمة، نضيفها إلى كلمة تسامح التي استعملناها أيضا، لأن التسامح قد يوحي بأن الآخر سلبي. ما أخذوش كلمة تسامح الديني، لأنه ممكن ينفهم بأن الآخر سلبي إلى درجة تتطلب التسامح. لا يمكننا استعمال كلمة تقبل، لأنها توحي بأن الديانات تتقبل عقائد بعضها البعض بدلا من حق الإيمان بتلك العقائد، وهذا ليس هو الحال. لا يمكن استعمال مصطلح السلام وحده، لأنه يوحي بانعدام الحرب وليس بالضرورة انعدام الكراهية. مفهوم الوئام حسب الكونفوشية وحده أخذ سمو الأمير غاد هو الذي ينقذنا هنا، لأنه لا يوحي بالسلام فحسب، بل وبالتفاعل الحسن المفعم بالحيوية بين عناصر الشيء الواحد المكتمل. تمام. هذا هو فلسفة الوئام. لماذا صحيح. تم اختيار كلمة الوئام؟ فهو التفاعل صحيح. الحسن المفعم بالحيوية بين عناصر الشيء الواحد المكتمل. نجد في الفقرة الرئيسية كمان الثالثة حب الله وحب الجار وحب البر وحب الجار، وهي مخرجات حب. نعم صحيح. فهذا هو كمان يعني بعزي أنه ضرورة وجود المراجع الدينية لموضوع الوئام، لأنه الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية العمومية ليست هي تدرس لاهوت أو عقائد. نعم. أو شيء، فبحاجة لوجود مثل شخصيات مثل حضراتكم وعلماء الدين أنه يبحثوا في هذا الموضوع واتفقوا عليه وأخرجوا فيه كما أخرجوا المادة 65/5 اللي هو في موضوع أسبوع الوئام. تفضل. أنا الحقيقة بين يدي هذا اللقاء يعني هي مقدس في قدسية وروح تسمو، يعني لا يمكن لهذا الكون بإنسانه الذي جعله الله كملك على هذا الكون، ولكن مالك الملك هو سبحانه وتعالى. الفطرة التي خلق عليها الإنسان أنه جسد وروح. نعم. ما في فرق بين أي إنسان، أبيض أسود طويل قصير، بيحكي عربي بيحكي إنجليزي بيحكي، يسكن في آخر الدنيا في مناطق سيبيريا أو في مناطق أفريقيا فهو إنسان مكرم عند الله، وهو أخو ذلك الإنسان حيث كان. هو جسد وروح. نعم. هذه الروح لا يمكن أن تنسلخ عن هذا الجسد في أن يعتقد شيئا، لا يمكن أبدا أبدا، مهما كان هذا الشيء في نظر هذا الإنسان وأخيه الإنسان أنه مناسب أو غير مناسب، هذه فلسفة أخرى. بس نقول كينونة هذا الإنسان جسد وروح، الروح تريد أن تنتمي لشيء عظيم. نعم. أعظم مني، ما هو الذي أعظم مني؟ هنا بدأت الرؤى اللي ربنا أرسل الرسل السماوية والكتب السماوية والأنبياء والرسل ليوجه الإنسان ليسمو بالروح لأبعد نقطة حقيقية. نعم. وليس لأقرب نقطة برضو حقيقية، وهي تغذية الروح بشيء ما يقدسه. نحترم هذا البعد أو القرب اللي هو في الرسالات السماوية يصل أسماه إلى خالق هذا الإنسان اللي هو أعظم شيء، مكوني، ماذا يرشدني؟ نعم. هذا هنا السؤال. هلأ من يرى أن معتقده في شيء آخر نحترم ذلك قطعا، وهو ينتمي إلى هذه الروحية، أي أن روحه وجدت شيئا من الغذاء. نعم. بغض النظر في نظر سين أو صاد أو عين أنه ناقص فيتامينات هذا الغذاء، ناقص تقوية، عند وجود فيروس معين يمكن أنه يتزعزع ويتأثر ويتضعضع. هذه رؤى أنا أراها جانبية عندما نقود معنى الوئام العالمي. إذا نحن نخاطب كل الأرواح العالمية، الجسد هو الجسد، الألوان لا تقدم ولا تؤخر في طبيعة هذا الجسد من خلال عطائه الفعلي وعلاقته مع الآخرين. فالدين أو المعتقد هو المعاملة بين الإنسان وأخيه الإنسان، لذلك كان لابد من الخطاب الديني
الذي لا ينفك عن هذا الإنسان. يعني من يقول دعونا من الأديان والمعتقدات هو بنفسه يعتقد هذا الاعتقاد ويعبده. فهو إذن له انتماء روحي يعبده، لا يمكن أن يكون بعيدا عن معتقد. لذلك جاء أسبوع الوئام يخاطب كل المعتقدات على قدم المساواة بين الإنسان وأخيه الإنسان، ونترك لرب الأكوان في الأخير مسار هذا الكون اللي نؤمن به نحن حملة الرسالات يعني السماوية. سيدنا الشيخ وأبونا كمان هو السؤال إليك، هل تعتقد أن سوء استخدام الدين هو الذي يولد الصراعات والتواترات اللي موجودة في هالعالم؟ سوء استخدام الدين يعني الحروب الموجودة بين البلدان، الشر والكره والعنف والإرهاب. سيدتي، هو لو لم يكن أسبوع الوئام الذي اعتمدته الأمم المتحدة، لو لم يكن لكان يجب أن يكون. نعم. لم يأتي هذا الأسبوع من فراغ، كان هناك هذه التداعيات التي رأيناها ولمسناها، شفناها بالمطارات، بالتفتيش، بالعلاقات ما بين الدول، بهذا الموقف من الإرهاب، هذا مع الإرهاب، هذا كان ضد الإرهاب، هذا متهم. كان يجب أن يكون هذا الأسبوع. هذه الدعوة لم تأتي من فراغ، وجاءت استجابة ليس لظرف سياسي فقط، وليس لظرف أمني فقط. نعم. ولم تكن عبارة عن مبادرة دبلوماسية الغاية منها تحقيق مكسب سياسي. نعم. هل هناك من يستخدم الدين لتحقيق المكاسب؟ نعم. صحيح. كان وما زال. صحيح. هذا موجود. ما حدث في أكتوبر 2010 أن هذه البشرية أدركت مسؤولية الجميع على تحقيق هذا الوئام بسبب ما رأيناه من زلزال ضرب العالم. نعم. ضرب العالم، وكان الضحية الإسلام الدين. صحيح. المتهم كان الإسلام الدين، والضحية والجرم كان الإسلام. نعم. جلالة الملك لما رأى هذا وهو يريد أن يبرئ صورة، مش الإسلام، صورة الإسلام في أذهان الناس، وإحنا كلنا أيضا كنا جميعا ضحايا، كل البشرية كانت ضحية، كان هناك واجب البحث عن عقار مطعوم. نعم. هذا المطعوم الذي تسابقت دول العالم للاتفاق عليه بتأييد واعتماد هذه المبادرة بالإجماع، أن يكون أسبوع الوئام العالمي. هذا الأسبوع مش بالأردن، هذا الأسبوع في كل العالم. ومحتوى هذه المبادرة هي أنها تعيد للدين أنسنته. الدين إنساني، لكن أنسنة هذا الدين تتم بأن أنسن اللي بيفسر الدين. قراءتي أنا للمعتقد هو والقيمة التي يأمر بها الدين، قراءتي وتفسيري هي التي عليها الإشكالية. يعني البعض كان يعتبر أنه وصوله إلى نيويورك وهذه التفجيرات وهذا القتل كان يعتبرها حملة يعني جهادية مقدسة، وهي مقدسة. مأساة كبرى. كلنا
نواجه هذا التحدي، أن نجعل من الدين موجها يأخذنا إلى ما أراده الله عندما خلقنا، خلقنا على صورته كمثاله. صحيح. الإنسان في الإسلام هو خلق على أحسن تقويم. كم تشوهت إنسانية الإنسان بسبب اعتماد تفسير يأخذه البعض ممن اختطفوا هذا الدين. نعم. وحولوا الدين إلى أيديولوجيا. أصعب شيء، وأنا لا أتحدث هنا يعني عن الإسلام وعن المسيحية، أنا أتحدث عن كل المعتقدات الدينية التي ينبغي أن تستخدم. نعم. كموجه، كمحرك لهذا إقرار الأمم المتحدة بهذه المبادرة القائمة على أساس حب الله وحب الجار، هذه وصية من السماء. نعم. وصية دينية. نعم. حب الخير وحب الجار، أيضا الأديان التوحيدية تأمر بها، تعلم بها، اعتماد هذا. نعم. هو إقرار من البشرية، من الدول الأعضاء، على أن الدين هو المحرك الأول. نعم. ليأخذ الإنسان نحو القيم. نعم. وأجمل ما في هذه المبادرة. نعم. أنها تأخذ الإنسان ليس إلى قيمة واحدة، هذا اللي تفضل. نعم. تفضلتي وحكيتي. نعم. هكذا كان يفكر سمو الأمير العالم غازي بن محمد وهو يتحدث عن الوئام كثير مرات. الآن بس تقولي سلام نقيض الحرب. نعم. لما بتقولي تسامح معناته انه هناك منا من احدهم على الاخر سامحة. يعني انا متسامح معك معناته انه انت مخطئ وانا بدي بدي اتجاوز، ساتجاوز هفواتك واخطائك. انا اقول ان عندما نتحدث عن وئام هذا مطلب فرضته بشاعة الانسان عندما استخدم الدين. نعم. من أجل أن يبرر عدم محبته، عدم حبه لأخيه الإنسان. وببساطة شو هي المبادرة؟ أحبب قريبك كنفسك. أنا قلت سيدتي خلال هذا الأسبوع. نعم. عندما نعبر نحن لا نعبر، وهبدنا الكل يعرفها، أسبوع الوئام مش احتفال أقعد أنا والشيخ، إحنا بنشتغل 52 أسبوع دكتورة. نعم. الحمد لله. وبنشتغل 7 أيام في كل أسبوع من أسابيع 52 من أجل هذا الموضوع. نعم. استفقنا وجدنا إنه هذه المبادرة قبلها الجميع. جميل. قبل هذا كان يستغرب ويؤخذ على البعض انه اذا جلس يعني الخوري الى اخيه وجاره وصديقه ورفيقه الشيخ يعني يظن انهما يعني هناك في مسعى لخلق ديانة جديدة، او انه تركوا المسيحي، انه ترك المسيحي دينه والمسلم دينه. أيوة. وبالتالي إعلان تكفير الطرفين لمجرد اللقاء. وهذا صار هذه للأسف يعني. عندما بدأنا نتحدث عن رسالة عمان. نعم. وإحنا كنا يعني قريبين في جذور المسودة. نعم. موجودة وإحنا بنحكي عن يعني 18 سنة. نعم. احنا اشتغلنا بايدينا وبالسنتنا وبحناجرنا وبقلوبنا اهم. نعم. لانه نؤمن. ليش احنا نقول انه هذا الوئام رساله ونهج؟ نعم. مش احتفال تيجي تدخل عليه انت وبدي ابحث لي على 2 3 او اقعد على الزوم، وانه نحكي خلف
احنا مطلوب منا في كنائسنا وفي مساجدنا ان نتحدث بهذه اللغه اللي بنحكيها هون. نعم. مش احكي انا هون كلام يختلف وبس يدير وجهه الشيخ اقول لك هذا مسلم يعني فكينا منه او هذا مسيحي. يعني الوئام ليس نهجا تلفيقيا صحيح، وجلستنا ليست دبلوماسية أبداً، ولا هي مراوغة، هي جزء من معتقد، وهي جزء من مسيحيتي. أنا قلت عندما ندخل نعبر إلى الوئام ليس من احتفالية. أنا يعني مركز التعايش الديني يفتخر بأنه ينظم يعني كل هذه الاحتفالات مع المعنيين ومع ذوي العلاقة. ودورنا هاي رسالتنا، نقول بأنه عندما نتحدث عن الوئام نحن لا نتحدث عنه بأنه حاجة احتفال سنوي وبنتركه، يعني بنمسك أوراق الوئام بنحطها. نحن ينبغي أن نعيش هذا الوئام كل يوم. نعم. هذه الاحتفالية على رمزيتها وجماليتها مش هي اللي بدخلني للوئام أبدا. هذا خطاب أنا أقرأه مع نفسي عندما أتلو صفحات إنجيل يسوع فاديا. نعم. اللي افتداني اللي بحبني، وأخي المسلم يقرأ هذا الوئام في آيات القرآن الكتاب المبين. بده إذا كان مسلما بده يبين عليه. نعم. هذا بده يبين عليه من خلال علاقته معي. وينبغي أن تظهر ملامح هذا الوئام على علاقتي معه، ليست فصل واحتفاء بوجود شخص أو شيء. أنا رأيت في هذا العالم من يعتبر الاحتفال عبارة عن مناسبة للظهور الإعلامي. لا، نحن لسنا بحاجة إلى ظهور إعلامي، نحن بحاجة إلى أن نظهر حب الله لنا. وليس سهلا، ليس سهلا أن نتحدث يعني وسط العالم المشوه، واللي بيأكد أنه ضرورة الحديث عن الوئام عن الوئام عن الوئام، أنه شوفوا البعض كيف يتصرف على صفحات التواصل الاجتماعي. جملة للأسف. نعم للأسف. لا، واللي وللأسف الذين يرفضون يعني الحديث عن هذا الموضوع بيكونوا أكثر الناس سخطا على الآخر، بصير على الآخر. صح. يا أخي، واحد تصرف وأخطأ وارتكب إثم وجريمة بحق السماء قبل أن تكون بحقي أنا. نعم. يعني واحد إذا بده يحكي على المسيحية مش من حقه، لكن هو عندما يرتكب ذلك يعني هذا الجرم يرتكب بحق السماء. أنا بدي أصلحه، لازم أصلحه. لهذا السبب نحن بحاجة إلى الوئام، وهي ضرورة وهي ممارسة إنسانية دينية. نعم. سيدي، أنا قلت في الأردن المسيحيون والمسلمون عندما يقرؤون في إنجيلهم وقرآنهم يتوحدون أكثر. فعلاً. إذا إحنا بنقرأ بالإنجيل والقرآن صادقين ونفسر هذا الأمر، هذه الوصية، هذا النهي عن أن لا أكره الآخر، مش بس لا أكره، بدي أحبه آه. وأحب ليس ضعفا وليس خوفا وليس مراءة، لكن أحبه أنا لتكتمل في مسيحيتي. نعم. أنا السيد المسيح بقول لي أحبوا بعضكم. نعم. بعضا، ما قال ليش حب بس المسيحية. نعم. وللأسف نجد داخل المذهب، داخل البعض، الطائفة، داخل الجماعة، هذا موجود. نعم. يعني هذه الكراهية. إذن أبونا، الحديث عن موضوع إساءة استخدام الدين اللي بتولد الطائفية والتعصب والحروب والعنف والكراهية. صحيح. صحيح. والإرهاب وجد جلالة الملك مع علماء الدين بأن الحل
لهذه سوء الاستخدام هو استخدام الدين بشكله الصحيح. يعني خلى انه الدين هو الحل وهو بدل جزء يكون من الحل جزء من الحل بدل ما يكون هو جزء من المشكلة. هو الحل هو الحل, نعم. الحل. نعم. فوجد ان سوء استخدام الدين انه الدين هو الحل في احسنت هذا مش شعار مش شعار يعني يقول الاسلام هو الحل جزء من الحل وليس هو المشكلة. يا اخي اقول لك الاسلام هو الحل والدين والمسيحية هي الحل لما انت بتكون مسلما صادقا. أحسنت. وعندما تكون مسيحيا صادقا ترفع لي الشعار. لا ترفع شعار. نعم. إح معروف يعني هذا الحل ليس شعار إقصائي وإنما شعار جامع. نعم. شعار جامع الحقيقة. هذا كلام مقدس وفي هذا اليوم من أيام الله لما نقول خطاب للإنسان كل الإنسان هو خطاب الله تعالى للإنسان. نعم. ولذلك في القرآن الكريم كما تفضلتم وفي الكتب المقدسة ربنا يقول يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان. إذن يخاطب هذا المخلوق الأول الإنسان. نعم. المجرد ما زال. نعم. بكل كين يا أيها الإنسان ثم يخاطب يا أيها الناس. هذا خطابات في الآيات القرآنية. وبعدين بيجي بيقول لك أيها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا. نعم. برضو هذا يعني من دائرة يا أيها الإنسان. نعم. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا. هلأ ضاقتها يا أيها المسلمون. إذا ضاقت إذا لو قلنا يا أيها المسلمون هذه لا تساوي هذا كله. إذا تساويه عندما تمتد جذورها الإنسانية بعيدا عن العصبية وبعيدا عن الكراهية وبعيدا عن الذاتية إلى يا أيها الإنسان. ولذلك رحمة للعالمين حب الجار لأخيه الجار حب الإنسان لأخيه الإنسان هي التي تلغي كل أنواع العنصرية والأنانية والكراهية وما يؤدي إلى حروب تصل عالمية وكونية تدميرية نعوذ بالله. ولذلك بالفعل الدين هو عنوان المحبة والسلام. والدين إذا استعمل على غير آلته تماما إذا شبهنا بكل بساطة سكينا في يد امرأة في مطبخها هي التي تنتج من ورائه أشهى الطعام. نعم. وسكين يستعمله آخر أداة جريمة بشعة. نعم. نفس السكين. نفس السكين. نعم. والدين كذلك جعل الله فيه طاقة عظيمة إذا وجهت باتجاه الحق والعدل كانت عظيمة. اتجاه المحبة كانت عظيمة. اتجاه الصدق كانت عظيمة. اتجاه الذوبان في هذه الأسرة الإنسانية مع حفاظك على ما تعتقد. نعم. هذا عظيم. وفي آن واحد لما نتكلم مثلا عن الإنتاج النووي على. نعم. سبيل المثال الإنتاج النووي وصل إلى أن نستعمل في الطب علاجا نوويا. نعم. وفي الطاقة سفينة تقعد في المحيط سنوات. نعم. بالطاقة النووية هذه نعمة عظيمة. نعم. الطاقة الكهربائية النووية نعمة عظيمة. نعم. طب والأسلحة النووية دمارا له بداية ولا نهاية له. نعم. إذن علم الإنسان ما لم يعلم. لكن هذا الذي يعلمنا إياه تعالى ونسميه اكتشاف وعلم وبحث نعم كله في يعني عناية الله ورحمة الله إذا أخذنا به إلى الطريق الذي رآه الله لنا ووجهه إلينا أنك يا أيها الإنسان يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا لاحظ ويا أهل الكتاب يا أيها المسلمون. نعم. الخطاب القرآني مشى على الإنسان بكل مكوناته. نعم. ومشى على المنافقين ومشى على المشركين ومشى لكنه كان يريد جمعا لهم ولن يكون هذا الجمع إلا بهذا النداء نداء الوئام اللي انطلق من رحمة إيمان هذه القيادة المباركة وانتقل من هذا الإسلام إلى هذا الإسلام وهذه المسيحية هذا الإسلام حوالي مليارين هذا الإسلام وهذه المسيحية صار حوالي 5 مليار. إذن يتكلم ثم يا أيها الناس أيها الوئام هذه المرحلة الثالثة التي جمعت كل إنسان تحت هذا السماء. حلو جميل جميل جدا سمعت الشيخ اللي تكلمت فيه. ف
هم بهذا القرار جعلوا الدين هو الحل، هو جزء من الحل وليس المشكلة، هو استخدام سوء استخدام الدين هو المشكلة. أي منبر، أي منبر، نعم، سواء ديني أو سياسي أو أيا كان، أو فكري أو تربوي أو وخاصة الديني، إذا وقف مي مكان، نعم، شيخ، إمام، خوري، مطران، أستاذ، معلمة، أي منبر، نعم، إذا وقف ولم يحث الناس على أن تكون فيهم المحبة، أحسنت، فهم صنج يرن أو نحاس يطل، فارغين، صدقوني، وخطرين، من وخطرين، لا، اللي بيحكي ضد طائفة الآخر ينطبق عليه تطرف، نعم، ينطبق عليه هذا، اللي بيحكي ضد إنسانية الآخر. خليني أعود، أنا بحب أكون عملي، نعم، طفل ريان جمع البشرية، شو اللي جمع؟ الناس عطشة للإنسانية، إنسانية، نعم، الإنسانية، إنسانية، لا بقرب لنا ولا بنعرفه ولا زرنا الشمشان هاي، ولا زرنا ولا عرفنا، لكن أحسسنا جميعا هذا الشعور الإنساني، إنساني، إنساني، إنساني يا أخي، ما بقي هذا الذي جمع جمع الناس كلها، كلها، كل المجتمعات، شو الكلام اللي تفضل فيه؟ أنا في داخلي هذا العطش للإنسانية، ينبغي أن نتذكر، وأنا لا أستطيع إلا أن أستحضر دائما السيد المسيح وهو على الصليب اللي أحب الناس، يعني ينبغي أن نتحدث بلغة الحب. أنا ما بقدر أتخيل خوري ما بحب الناس، شيخ ما بحب الناس، بقدرش أتخيل واعظ معلم لا يحب الناس. إيش مشكلتنا؟ مشكلتنا هذا الخواء، هذا الفراغ، وسط الفضول والتعدي على الآخر، مش حب الجار، حب الذات، حد صدقني هذا مو حب للذات، هذا تدمير للذات، وهو كراهية. أنت المسكون، أنت المسكون بالحب، لا يمكن أن يفيض عنك ومنك إلا الخير، إلا الخير والصح، حب الله وحب الجار، وعكسه دمار للنفس أبونا، نعم، هو نعم، يعني نعم، الذي ضحية، يكره الآخر يصبح معقدا، هو ضحية، نعم، ضحية، هو الضحية، يصبح قاتم البال، نعم، والروح، نعم، فعلا، والكلام هذا مش عم نقوله هون، يعني هذه حقيقة، على التلفزيون هذه حقيقة. نحن من، أنا أعتز بأنه أنا بشتغل مع أخي سماحة الدكتور، احنا ببعيد، يعني بدناش نقول كم سنة، كثير مش كثير، بدنا نقول كم سنة، عقودا تكرر، عقود ما نشتغل. أنا بعتز عندما أكون قريبا من إخوتي المسيحيين ومن إخوتي المسلمين، أن نكون، ينبغي أن نكون جسور حب واحترام. الحب مش ضعف، لا لا لا، المحبة ليست ضعفا، الأبطال القديسين اللي كانوا يحبوا هذول أبطال، والله. سهل جدا إني أطلع على الفيسبوك وعلى وأطخ زي ما بقول على الآخرين. سهل جدا أقول، وسائل ورجيني، أريني أريني فعلك. وبعدين مثل السامري الرحيم، لما إجا واحد يعني من اليهود ما بحكوش مع السامريين، بحكوش وتركوهم وإلى آخره، جاء هذا السامري وأنقذ هذا الرجل اليهودي. إحنا ينبغي أن نفعل نحن أيضا كذلك في الوئام. الوئام هو حب، والوئام هو تماهي في الحب. نعم، بس بظني أنا صار لي لابس صليبي هذا 35 سنة، صدقيني ما تغير صليبي، صحيح، والشيخ بعده الشيخ اللي انت بتعرفيه متمسك، نعم، بإيمانه وبعقيدته. هذا الوئام يزيدنا اقترابا
من الله من السماء، لانه احنا بنقول هيك اعمل. انا لو ربنا قال لي ما تحبش حمدي مراد ولا بشوفه ولا بقرب عليه، لكن انا ارى فيه صوره الله كما اراها في وجه كل واحد من هون لعند الريان. الله يسعدك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. شكرا لك أبونا، وشكرا لك ولنورسات الفضائية وسلامنا لكل المشاهدين. يعني هالساعة مرقت ما عرفنا كيف كنا حابين كمان نحط التقرير اللي صار بالمؤتمر. صباحكم نور. مبارك بكم والله. شكرا لك سماحة الشيخ حمدي مراد والأب نبيل حداد مؤسسي ومدراء مركز التعايش الديني، وأيضا محاضر وعالم في الجامعة أبونا نبيل حداد، طبعا هو راعي كنيسة جبل ويبدي للروم الكاثوليك، بنسميها أم الكنائس. طبعا أم الكنائس. يا سلام. وبكل اعتدال طبعا أم كنائسنا، أم كنائس الكنيسة الأولى لكنيستنا الملكية، لها الحنون. الحنون أطوف. طبعا أيوة شايفه. أكيد. شكرا لكم أعزائنا ومتابعينا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا في حلقتنا المميزة لهذا الصباح. كل الأشخاص اللي كانوا معنا على البث المباشر أيضا على صفحتنا على نورسات، جميعكم نشكركم ونشكر متابعتكم، وعلى تلفزيون نورسات وتيلي لومير، ونشكر كل الطاقم العامل اللي أطلع هذه الحلقة بالمباشر إن كان بعمان وإن كان في لبنان. بنشكر لبنان ونشكر عمان، وأنتم دائما في القلب. شكرا لكم ضيوفنا الأعزاء، وصباحكم نور. إلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا لكم. دنيا نبض الأحرار، انت العزوة وانت الدار، منحبك لو شو ما صار، محلى ترابك يا بلدنا، مهما بعدنا ومهما نروح، مهما يعلم فينا جروح، اسمك منقوش بهالروح، أردن عشقك وحدنا. اسمك منقوش بهالروح، أردن عشقك وحدنا، أردن عشقك وحدنا. يا رب اغمر بلدي بعطفك، واحميها من فضلك ولطفك، عيشنا سلام طول الأيام، وزرع أردننا على كفك. يا رب اغمر بلدي بعطفك، واحميها من فضلك ولطفك، عيشنا سلام طول الأيام، وزرع أردننا على كفك، وزرع أردننا على كفك. مهما يعلى لهب النار، بيعرف كيف يطفيها، متراب الأردن مسحور، سحر تخطى السبع بحور، لو طفوا الشمس من النور، أردن انت تضويها. سر من الأسرار، ما بيرضى بشر وأشرار، بيعرف كيف يطفيها، متراب الأردن مسحور، سحر تخطى السبع بحور، لو طفوا الشمس من النور، أردن انت تضويها.
عطفك واحميها من فضلك ولطفك. عيشنا سلام طول الايام وزرع اردننا على كفك. يا رب اغمر بلدي بعطفك واحميها من فضلك ولطفك. عيشنا سلام طول الايام وزرع اردننا على كفك وزرع اردننا على كفك.